ازاي المتابعين؟ كل سنه وانتم طيبين اصحابي متابعين عالم احمد سنوسي. عيد سعيد عليكم ان شاء الله. من فتره كده كان انتشر فيديو على اليوتيوب بيقول اين تذهب القطط في عيد الاضحى. عايزين تعرفوا السر؟ نتقابل بعد الفاصل. اهلا بيكم. من فترة كده وانا بتابع اليوتيوب وبتفرج على الفيديوهات الجديدة واللي نزل وايه اللي حصل وايه الترند الاسبوع ده، لقيت فيديو شدني جدا جدا، قلت اخش اتفرج. الفيديو عنوانه بيقول اين تذهب القطط في عيد الاضحى؟ بتروح فين؟ قعدت اسال نفسي قبل ما اخش اتفرج على الفيديو، يا ترى بتروح فين؟ ما عرفتش. دخلت اتفرج على الفيديو، لقيت قناة كبيرة وليها متابعين واعداد بالالاف والملايين تعتبر، وكاتبة ان القطط بتروح الحج بطريقة ما. ايه الطريقة الما دي؟ ما عرفناش. دخلت ادور في الدين، طبعا لا في قران بيقول كده ولا في احاديث في السنه النبويه بتقول كده، ايه القصه؟ بعتنا استفسار للازهر، رد علينا دكتور اسمه الدكتور عبد العزيز النجار وقال ان الكلام ده عاري تماما من الصحه، وان الناس دي بتقول كلام وبتفتري على الدين علشان تحقق مكاسب من ورا اليوتيوب. احنا بنحذر الناس وبنحذر متابعينا وبنحذر اي حد موجود على الفيسبوك او على اليوتيوب ان ما تنجرفش ورا الناس دي ودور على اصل المعلومه. يعني ايه القطط بتروح تحج؟ طب والقطط اللي موجوده عندي انا في الصاله دي راحت فين؟ يعني القطط اللي احنا بنشوفها في كل حته، طب واللحمه والبواقي والحاجات دي مين اللي هياكلها؟ ياكلها احنا؟ فالقطط موجوده، مفيش قطط بتروح تحج. احنا بناكد ان المعلومه دي عاريه تماما من الصحه، مفيش قطط بتروح تحج، ومفيش لا حديث ولا سنه ولا ايه قرانيه بتقول الكلام ده، ولا ورد عن سيدنا النبي ان هو قال موقف زي ده. يا ريت لما نتكلم في الدين نتكلم على اساس ثابت ويكون في معنا دليل. اعزائي المتابعين ما تنسوش تتابعونا، ويا ريت لو انت مش مشترك معانا في القناه تشترك علشان ده بيشجعنا ان احنا ندور على المعلومات ونقدم لك الافضل. كل سنه وانت طيب.